أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. اليوم هو الاثنين 19 شباط فبراير 2024. المكان مدينة دير أبو سعيد في لواء الكورة. الساعة الآن 1 ظهرا. الحمد لله بدأت وتجددت هطول الأمطار على مناطق مختلفة في شمال الأردن وبشكل خاص في لواء الكورة. احنا الآن في بلدة دير أبو سعيد مركز لواء الكورة. اللهم صيبا نافعا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.